بارك الله لكم في هذا الشهر الفضيل. تكثر المخاوف من قبل الأشخاص الذين قد يضطرون إلى عدم الصيام، وذلك لما يتعارض مع ظرفهم الصحي، ومن بعض الأمراض التي تؤرق أصحابها هي أمراض الكلى والرمل، والذين تتجلى مخاوفهم في حصول جفاف بالجسم بسبب ساعات الصيام الطويلة. ولكن هناك بعض النصائح التي تساعد على إتمام الصيام بشكل صحي وسليم. الحفاظ على منسوب المياه بالجسم من خلال توزيعه خلال ساعات الإفطار، ويعتبر الماء هو من أفضل الخيارات لمريض الكلى. الابتعاد عن تناول الأدوية المدرة للبول، والالتزام بالنصائح الطبية التي يشير إليها الطبيب. التركيز على وجود أغذية يتوافر فيها زيت الزيتون، فهو يعتبر مصدر دهون صحي، مما يجعله من أنسب الخيارات لمريض الكلى. اللجوء لمشروب الشعير الخالي من الكحول، الذي يعتبر من المشروبات التي تساهم في تفتيت الحصى.